حياكم الله مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بها ابرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر ارقام هواتفنا اللي اذا تشوفوها باسفل الشاشه تقدرون تتصلون بنا باي لحظه من لحظات البرنامج على واحد من هاي الارقام. اللي ما يقدر يتصل بنا لاي سبب كان يقدر يتواصل ويانا على برنامج الواتساب على الرقم الاخير المخصص لبرنامج الواتساب اللي بصفه اشاره الواتساب. اتمنى يكتب لنا رساله مكتوبة مطبوعة بالاسم والمكان حتى نقدر نقرأها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. مشاهدينا الكرام، نبدي حلقتنا، وأول ملف ويانا بحلقة هذا اليوم هو ملف التظاهرات المطلبية، واللي هي تظاهرات الطالب بالحقوق. منها من يطالب بعفو عام، منها من يطالب بخدمات، وذولا يطالبون بالتعيين. عندنا تظاهرات لأصحاب عقود بغداد 2020 اللي مستمرين بتظاهراتهم أمام وزارة التربية للمطالبة بالتثبيت على الملاك الدائم بوسط تجاهل حكومي سافر لمطالبهم. هاي التظاهرات لعقود 2020. هاي التظاهرات ببغداد، ونبقى بالعاصمة العراقية بغداد وبالتحديد قرب وزارة التخطيط. وعدنا تظاهرات أخرى لحملة الشهادات العليا اللي ما محصلين على كود بسبب تأخر إجراءات الوزارة بإصدار الأمر الجامعي ومعادلة الشهادة اللي طالبوا بحقوقهم وشمولهم وأقرانهم بالوجبة الثانية من خلال استثنائهم للحصول على الدرجات الوظيفية. خلونا نشوف تظاهرة الخريجين. ذولا اللي عندهم شهادات عليا، ذولا اللي إذا تشوفوهم عندهم ماجستير ودكتوراه، ذولا اللي مو درس بكالوريوس ومتخرج وعشرة أوائل وغيرهم، لا، هذا مكمل بكالوريوس وراها قدم على الماجستير وأخذ مكانه ودرس الماجستير وحصل شهادة الماجستير، وراها قدم على الدكتوراه وحصل على درجة البي اتش دي فيلوسوفر هاي ديجري. وهذا حاله. وما شاء الله عندنا بالبرلمان هواية من السياسيين حاط الدق وما تعب تعب هؤلاء. أما ذولا إذا تشوفوهم هسه هنا، ذولا الخريجين العشرة الأوائل اللي هم تسلسلهم من 4 إلى 10 على الأقسام الظاهرة بالعاصمة العراقية بغداد أمام بوابة المنطقة الخضراء. ليش؟ لأن يردون المطالبة بالإنصاف وتوفير فرص عمل الهم. تعالوا نشوف. من 10 الاوائل على الاقسام اصحاب التسلسلات من 4 إلى 10 نلتمس من سيادتكم التدخل من اجل انصافنا ورفع الظلم عنا من خلال العمل على استحصال قرار حكومي استثنائي يقضي بتعيين الشريحه المظلومه التي اقصيت من حقها بالتعيين بسبب اقتصار قانون تشغيل الاوائل رقم 67 على 3 الاوائل فقط واقصار المتفوقين من ذوي التسلسلات من 4 إلى 10
راجين من سيادتكم السعي لمطلبنا والعمل على تحقيقه. نناشد السيد رئيس الوزراء المحترم النظر الى هذه الشريحه، ونناشد السيد رئيس مجلس النواب المحترم باستحصال استثناء ولعازل الجهات المختصه لايجاد حل هؤلاء الطلاب ابنائكم وبناتكم الخريجين العشر الاوائل على الاقسام والكليات. ذول العشر الاوائل اليوم مع اصحاب التسلسل من 4 إلى 10، مو اول مره يطلعون ومو اول مره نطلعهم برنامج صوتكم. الخريجين تعرضوا الى اعتداء من قبل قوات مكافحه الشغب. تدرون ليش؟ لا لانهم هم وقفوا او عطلوا السير، ولا لانهم عطلوا الدوام بالدوله، ولا انهم عطلوا الامن، ولا هم اللي هددوا الامن القومي. لا، كل سبب الاعتداء اللي صار عليهم من قبل قوات مكافحة الشغب، ليش يطلعون بتظاهرة قدام المنطقة الخضراء ويطالبون بحقوقهم المشروعة اللي هي التعيين؟ تعال نشوف. عشرة الأوائل تعيين، لا قالوا فليسقط النظام، ولا قالوا كلا كلا سوداني، ولا قالوا مريد فلان وعلاني. كل اللي قالوا احنا 10 أوائل نريد تعيين. طبعا قوات مكافحة الشغب هيك تظاهرات تلقوهم موجودين، لكن لما يصير نزاع عشائري ما تلقوهم مع الأسف. لما يصير صراع مسلح بين ميليشيات اثنين مثلا العصائب والسرايا ما نلقاهم مع الأسف، بس ناس يظاهرون لأن يردون يتعينون، تعبوا وشقوا كملوا، يقول لك أرد أبدي حياتي، تلقاهم موجودين. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجودي أنا من منصة فيسبوك زينة مهند تقول: هو اللي يظاهر شنو، على مود تعتقله لو على مود تسوي له حل؟ لا أنت تنطي حقه ولا تخليه طالب بحقه. ونسمة الجانة تقول: نرجو الإسراء بتعديل قانون 67 لسنة 2017 وشمولنا بالتعيين أسوة بالثلاثة الأوائل. وآمنة تقول: هاشتاغ نحن حملة الشهادات العليا بلا كود، بسبب الإجراءات تأخر صدور الأمر الجامعي لطلاب الداخل والمعادلة لطلاب الخارج، وحرمنا من الكود والتعيين مع أقراننا، وتم إغلاق المنظومة بتاريخ 16/5/2023. نطالب بالتطرق لمشكلتنا بفتح منظومة الكود والتعيين وإنصافنا بملحق علما، أعدادنا قليلة. وعلي عزام: هاشتاغ التثبيت حقنا، نحن أبناءكم المحاضرين قدمنا خدمة كبيرة للعراق عامة وللعملية التربوية خاصة، أنصفوا محاضرين 2020 بالتثبيت. فكان هذا تعليق الناس على قضية المطلب الجماهيري اللي هو التعيين. دا تلاحظون خريج يتخرج ماكو تعيين، حمل الشهادات عليا يكمل ماكو تعيين، يتوظف بصفة عقد وماكو تعيين. بالمقابل لما يطلعون هؤلاء ويقول لك احنا نريد حقنا، انا اريد احس بنفسي، اريد ابدي حياتي، اريد اكون نفسي، اريد اكون قد مسؤولية نفسي، اريد اكون اسرة. الشاب يتخرج ويكمل حتى يشتغل، يشتغل ليش؟ حتى يقدر يحصل مردود مادي. ليش؟ حتى يقدر يتزوج ويفتح بيت. ما قلنا لكم يشتري له سيارة اخر موديل، ويشتري له بيت بمليار ومليارين دينار، ويفتح له شركة؟ لا، يفتح له بيت على قد حاله،
يتزوج به ويعيش به هو وعروسته، يكون هاي الأسرة، يفرح بميلاد أول أبنائه ويكبر أولاده هو وزوجته ويدرسهم حتى يتخرجون، وهكذا هو ديلاب الحياة. آبائنا درسوا وتخرجوا واشتغلوا، تزوجوا وفتحوا بيوت، خلفونا، كبرنا، درسنا، تخرجنا، اشتغلنا، وسعدنا أولاد ومنزل وهكذا. فهذا لما يقول لك، يقول لك أرد أكون نفسي، أرد أحس بقيمتي، أرد أحس أنه أني التعب اللي تعبته بالدراسة بمحصول. ليش تكون الدراسة اللي درسوها بالجامعات والثانويات والمتوسطة والابتدائية عبارة عن زرع بلا محصول؟ أتمنى تنتبهون لهذه النقطة. نروح إلى ملفنا الثاني من محافظة كربلاء نبدأ بيه. أكو عدد من المتظاهرين اللي طلعوا بمحافظة كربلاء. ليش طالعين؟ دول المتظاهرين من أهالي محافظة كربلاء رافضين مجلس المحافظة اللي مبني على أسس طائفي أو أسس المحاصصة الطائفية، ورافضين أي مجلس من مجالس المحافظات مبني على هالأساس. وأكدوا أنهم مستمرين بفضح ملفات الفساد اللي ترتبط بأعضاء مجلس المحافظة، اللي المشكلة أنه الشعب لا هو رايد والناس رافضة، والسياسيين غصبا ما على الشعب يمشون اللي يردوه. شلون؟ ما أدري. تعال نشوف تظاهرات كربلاء. وبعد أن تقاسم المناصب والمغانم وفق المحاصصة الحزبية اللصوصية، نود أن نبين بأن موقفنا كان وما زال واحدا ثابتا ذو بأس شديد باتجاه الفساد وأهله، معضدا وناصرا للحق والعمل الصادق الصالح. كربلاء عانت الكثير وما زالت بحاجة للمزيد من العمل، فلسنا من المخدوعين بالتجميل المزيف للمدينة وهدر المليارات والسرقات، والتي بدورنا قدمنا الكثير من ملفات الفساد إلى النزاهة والقضاء العادل. فأعلم أيها المجلس بأنكم موظفين، واجبكم السهر على خدمة المواطن الكربلائي، وأعلم أيها المجلس بأننا سنكون العين المراقبة واليد الضاربة كل من يود السوء بكربلاء وأهلها. وأخيرا أعلم أيها المجلس بأن الجماهير التي خرجت وأغلقت المجلس وجمدته وجعلت ساكنيه يلوذون بالفرار خوفا من قصاص الشعب قادر أن تعيد الكرة مرة أخرى، فالعبرة لمن اعتبر ولا تحين مندم. عاش العراق، عاش العراق، عاش العراق، عاش العراق. كلا كلا للفساد، كلا كلا للفساد، كلا كلا للمحاصصة. هاي التظاهرة كانت بمحافظة كربلاء. إذا أنتوا تقولون بس بكربلاء أكو رفض لمجلس المحافظات، لا، تعالوا نروح سوية إلى محافظة بابل. بمحافظة بابل هي الأخرى كانت أكو بها تظاهرات يستمر من خلالها الرفض الشعبي بالمحافظة إلى مجلس المحافظة، وأيضا رفض تولي عدنان فيحان التابع لميليشيا العصائب منصب المحافظ. على الرغم من سلمية التظاهرات إلا أنه هي شهدت قمع من قبل القوات الأمنية، هذا بكل تأكيد مو لشيء غير أنه الناس ما تريد الفساد. تعالوا نشوف اللي صار ببابل. هذا اللي دا تشوفوه الآن بمحافظة بابل. وإذا عبالكم بس بكربلة وبس ببابل، لا، تعالوا للنجف. النجف هي همينة طلعت بها تظاهرة.
التظاهرة بالنجف أيضا لرفض مجلس المحافظة ومجالس المحافظات المبنية على أسس طائفية والمبنية على أشياء خطأ اللي شعب رافضها، ورافضين أيضا ما أفرزتها هاي مجالس المحافظات من شخصيات فاسدة لشغل مناصب بداخل المحافظة وباقي محافظات العراق. وأكدوا أنه اللي دا يصير اليوم بالعراق عن ما يسمى مجالس المحافظات هي عملية تدوير إلى الفساد دون اكتراث إلى ما يريده الشعب العراقي، وخصوصا مبدأ المحاصصة الطائفية المقيتة اللي الشعب رافضة عن بكرة أبيه. تعالوا نشوف النجف. جديد. كلا كلا مجلس المحافظة جديد. كلا كلا حسين العيساوي. كلا كلا حسين العيساوي. كلا كلا أعضاء مجلس المحافظة. كلا كلا أعضاء مجلس المحافظة. كلا يا علي. ثورة. يا علي. ثورة. ضد الأحزاب. ثورة. ضد النواب. ثورة. ضد الأحزاب. ضد النواب. ثورة. ضد قناوي. ثورة. ضد قناوي. ثورة. ضد قناوي. مجلس المحافظة المتشكل باطل، والمحافظ باطل، يوسف قناوي باطل، وحسين العيساوي باطل، وطيف وغيث وما اعرف منو، وهاي الهرملة كلها مرفوضة، او اكرمها وغير اكرمها، او كل من دخل مجلس المحافظة فهو باطل. وان عودة عودة نسحلكم من بيوتكم. يوسف قناوي المتنصب جديد من رحم المحاصصة، ومجلس المحافظة الساقط، مجلس المحافظة اللي يجى بدون شرعية. يعني واحد يوصفهم بالهرملة، والثاني يوصفهم بالحرامية، والأخ يوصفهم بالسراق، والأخ يوصفهم بأبشع الأوصاف، يهددوهم بالسحل من المنازل. أريد أسأل سؤال، أنت يا سياسي أو من تسمي نفسك سياسي، لأنك لو تعرف بقوانين السياسة أفضل حل لك أنك خلص تطلع، لأنه هذا مرايدك. شلون راح تحكمه؟ راح تحكمه بقبضة من حديد؟ شلون راح يقبل عليك؟ راح تحكمه بفساد استمر من 20 سنة وجاي؟ شلون راح يقبل عليك؟ راح تحكمه بإهمال إلى مفاصل الدولة العراقية، حصة تموينية وزراعة وصناعة وأنهر وكري ونفايات وشبكات صرف صحي وشوارع وطرق وكهرباء ومي وغيرها 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 وغيرها، راح يسكت عليك؟ ما دافتهم الشعب مرايدكم، مقابل بيكم، وأنتم مصرين على البقاء في مناصبكم كأنما المنصب هو الأهم من الشعب، كأنما المنصب هو تكريم، بينما المنصب هو نقمة مو تكريم. والمنصب من المفترض إذا أنت كنت صاحب سلطة فحسابك يكون حسابيا وعسير جدا، حساب مواطن تسنى بمنصب بهذا البلد وما أدى دوره، وهدر المال العام والفساد اللي دا يصير. أبو كيان النجف يقول شنو ذولا وشلون فازوا ومن انتخبهم؟ صدق كذب؟ والله مهزلة. والأستاذة هناء جبار تقول المحاصصة سبب كل الفشل. وزيد صاحب يقول يجب على حل مجالس المحافظات وإلغاء المجالس اللي بس رواتب الله لا يوفقهم. وطالب الخالد يقول نتضامن معكم وبورك جهودكم المطالبين في حقوق الشعب. مجالس المحافظات حلقة زائدة ومحاصصة تنتهك ميزانية الدولة وتفقر الشعب. فكان هذا تعليق الناس على قضية رفض أبناء الشعب العراقي لما يسمى مجالس المحافظات العراقية. أبو علي من بغداد حياك الله. ألو. 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 تفضل أبو علي. الله يسعدك. ويسعدك يا غالي. شلونك غالي؟ هلا بيك. هذول الجماعة طالعين باطلين. نعم. هذول الجماعة طالعين باطلين، انتخابات وديمقراطية بالعراق والحمد لله. وين كنت انتخابات وديمقراطية؟ والله ماكو دولة بالعراق.
الديمقراطية والمظاهرات والانتخابات جيدة والحمد لله متاشية معانا. أبو علي سؤال. نعم. انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة إيش قد نسبة المصوتين بها؟ حتى ذا 30% حسب هذا الموجود. شون؟ حتى لا 30% زين. وال70% البقية؟ يعني كذا ينتخب كذا حرية بعد إلا إذن لحظة أبو علاوي لحظة إذا تقول 30% هي المهم و70% طز، هاي دكتاتورية مو ديمقراطية. لا ساري هو القابل يجرون من بيته وقال له بكيته واحد كسولة واحد تعبان واحد هذا بلا زحمة عليك حلال. سؤال العراق بي فساد لو ما بي فساد؟ هاي فساد من حفرات من شيء؟ نعم من حصاد موسى سلام الله عليه. يا أخي العزيز أسعوفنا من زمان موسى عليه السلام، احنا دا نحكي هسه الفساد من عام 2003 إلى اليوم وهدر ما يقرب من أكثر من 1400 مليار دولار أمريكي. هاي مو أنا أقولها ولا أنت، هاي منظمات دولية تقول هذا الرقم. بزمن نور المالكي بعد ما يقرب من 1000 مليار دولار ضاع ما حد يعرف فيهن. يا أخوي العزيز بلا زحمة، المواطن العراقي عنده كهرباء 24 ساعة سادي 24 ساعة، عنده حصة تموينية؟ نعم عنده حصة. ما معفنا الحصة التموينية؟ نعم 6 مواد. 6 مواد وبالحصار كانت 14 مادة وبالديمقراطية 6 مواد، والست مواد تجي معفنة ومقملة ومقطنة. ياخذ زمن صدامات الجوح وزمن صدامات الجوح. لا 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 أبو علاوي بلا زحمة. نعم. أنا دا أقارن حالة بحالة، بالحصار إن وجدت الحصة التموينية مو بالتسعين بلشت. لو أنا غلطان أتكل الفصام الفصام كلينا البادينا كلينا أتكل شبعانيين. تمام شكرا 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 لك أبو علي. أبو علي داخل حامي علينا، ما دا يرضى يسمعنا ولا دا يرضى يتحاور ويانا. يا أبو علي يا إحنا الغلط، يا الناس اللي دا تصور غلط واللي دا تنشر، يا أنت الغلط. ما تجيني تقول لي هاي الناس اللي صار لها سنين وأني ببرنامج صوتكم هنا صار لي حلقات وآلاف الحلقات قدمت وطلعت الناس اللي تصوره واللي تحكيه والحصة التموينية مقملة والتمن معفن والطحين سيال وما ينطبخ به، وأكو ناشطين تصور وأكو فاصوليا مدودة وأكو حمص مدود وعدس مدود، هذا كله دي طلعون الناس. فمال تجيني هسه تجيني تقول لي الناس شبعانة، يا أخوي أكو ناس ما شبعانة. ما تجيني تقول لي المستفيد من الأحزاب شبعان، إيه نعم واعترف لك وابصم لك بالعشرة، بس تعال احكي لي الكاسب شبعان، الناس اللي تركض على راتب رعاية اجتماعية ومدى تحصله شبعانة، المحاضرين المجانين اللي ما عندهم رواتب، الناس الخريجين اللي مدى يلقون شغل، ذول الخريجين اللي طلعناهم من العشرة الأوائل وأصحاب الشهادات العليا وغيرها وغيرها، ذول كلهم مرتاحين؟ العراق تقول لي بي كهرباء 24 ساعة، يا أخويا مو 24 ساعة، صور لياها، أريدك تصور فيديو يا أبو علي وأني أطالبك أمام الجمهور، أريدك تفتح لي تصوير لمدة 24 ساعة وترسل إلى قناة الرافدين. إذا طلعت الكهرباء ببغداد الوطنية 24 ساعة أني مستعد أمام الملأ أن أعتذر منك أمام الناس على الكلام اللي قلته هسه. مي أكو يا أخويا جفاف مال العراق، والعراق مهدد بال 2025 نهر دجلة والفرات يجف، تجيني هسه تقول لي إحنا شبعانين مرتاحين؟ هذا اللي أريد أقول لك عليه. أنا لما قارنت الحصة التموينية بالتسعين دا أقول لك في زمن الحصار أقصى ميزانية للدولة العراقية بذيك الفترة كانت 6 مليار، والحصة التموينية تجي كاملة و14 أو 13 مادة، وهسه ميزانية العراق انفجارية والحصة التموينية 6 مواد. قارن لياها يا أخويا، هذا اللي داريد أقارنه. أنا ما دا أقارن نظام بنظام، أنا دا أقارن حالة هسه موجودة بحالة كانت بوقت الناس جوعانة بيه.
خلونا نروح الى ملفنا الثالث ونروح الى قضيه ومأساة. وتعال احكي لي يا ابو علي والفيديوهات هوايه وتعال لي شوف لي هذا الموضوع غلط لو صح. مطار بغداد الدولي ومشاكل المسافرين العراقيين ويا شركات الطيران بالعراق. يعني الطائر الاخضر العراقي مصيبه اليوم. الناس تعرف انه لما تروح وتحجز على طياره تروح بالموعد، وقبل الموعد في كم ساعه تكمل امورك بالمطار، تسوي البوردنج، تطي الجنط، تروح تعبر الجوازات، تسافر، تروح وانتهت القضيه. الا بالعراق اليوم القضيه بالعراق مختلفه. يعني تخيل عزيزي المشاهد، اكو شكوى لعدد من المسافرين بمطار بغداد الدولي من تاخر رحلاتهم واضطرارهم الى النوم بداخل المطار يومين. متسائلين شنو الاجراءات الحكوميه للحد من هذا الشيء؟ شنو اللي صار اللي حول ان هذه القضيه ظاهره شبه يوميه من دون اي حلول حقيقيه تعالج هاي الازمه ومسبباتها؟ وشنو مسؤوليه سلطه الطيران المدني وليش ما حد يحاسبها؟ تعالوا نشوف. كم يوم صار لكم نايمين؟ والله يومين. زين. اطفال ونسوان وشباب وزحمه، يعني منين جاي انا من افغانستان؟ حال العراق يا دولة رئيس الوزراء. هذا حال خواتك العراقيات نايمات بالشارع، نايمات بالمطار، وهاي طبعا بس وحدة من عندهم قبلت تحكي الباقيات يخجلن. فيا رئيس الوزراء انا ما اريد اصور هاي قدامك. هاي المهزلة في مطار بغداد الدولي. هاي المهزلة في مطار بغداد الدولي. معقولة؟ معقولة؟ أنا أعتقد ما يرضيك هذا الموضوع ولا يرضى أي شخص مسؤول بالبلد. هاي المهزلة في مطار بغداد، وأنا مدير الخطوط الجوية العراقية وأنا وزير النقل، خلي ينزلون من برجهم العاجي الجماعة. هاي المهزلة أول مرة. هاي اليوم قضية رأي عام راح تصير. اسمع الشباب. لأن أبو الخطوط يخاف يجي واجه، ما يقدر يواجه. زين الإخوان ليش ما راجعين لبيوتهم؟ طبوا بيهم جوا وحاصريهم مثلا حابسيهم؟ ذكروني بقصة وهي حقيقية وسووا عليها الأمريكان فيلم. صارت بمطار بفرنسا، هو لاجئ أصور بلجيكي إذا ما خانتني الذاكرة، مسافر إلى من دولة اللي هو لاجئ بها إلى إنجلترا أصور، ونازل ترانزيت بفرنسا وضيع أوراقه الرسمية. ظل 18 سنة عايش بالمطار إلى أن نطت السلطات الفرنسية الخروج، وهسه أكو تمثال إليه موجود بالمطار اللي هو كان قاعد بيه، وأكو فيلم عليه. الجماعة شنو لازم من يجون يجيبون خيمة ودوشك وشولة ومخدات وخضرة ومسواق، لأنه لازم يقعدون يوم ويومين وثلاثة؟ شنو الموضوع؟ وين عايشين؟ شنو السالفة؟ هذا كل شوف النعيم أخوي أبو علي، هذا مو فيديو، هاي عشرات الفيديوهات صرنا مطلعين على قضية الطيران وخدمات مطار بغداد المنتهي، الجسور المنتهية، الطرق المنتهية، الفساد، الشوارع اللي العراقيين بأنفسهم، مو أنا أقول، اللي هم الناس صورتها وقامت تسمي التبليط بالعراق شكر لمة، لأنه بإيدك تقشرة. اليوم الناس بإيدهم هم يحجون على المدارس اللي من ضمنها المدارس الصينية اللي انفتحت وطلعت تنتل. الناس هي بأنفسها قامت تتصور وتشوفك المستشفيات اللي 90% و95% منتهي وهي ما مفتوحة لحد الآن. فمو احنا اللي دنقول أخوي أبو علي، فأتمنى من أبو علي إنه لما دريد نحاور إنه على الأقل يفهمنا إذا أكو شيء احنا ما شايفيه، هادي ويانا ونتحاور إن شاء الله. الناس لما شافت هذا الفيديو علقت رامي غازي الفرطوسي يقول المطار يعكس أداء الحكومة ويبدأ من المدخل إلى الصعود إلى الطائرة، خدمات صفر، الفساد في كل مرافق المطار. هاي ناس دا تكتب أخوي أبو علي. علي المشاعلة، لو هناك قضاء وقانون يحمي المواطن ويغرم الخطوط الجوية ويعاقب المسؤولين عن التأخير لما تكررت هذه الحالات المسيئة لسمعة العراق. الأستاذ الدكتور عقيد خالد العزاوي يقول
إدارة المطار فاشلة جدا جدا لإرجاع البلاد إلى الوراء. وحازم الفتلاوي يقول دائما نفس المشاكل المستعصية تتكرر، والسبب سوء الإدارة وغياب المهنية واللامبالاة. هاي الناس سوء إدارة، غياب مهنية، لا مبالاة. وهذه الكلمة من الأخ علي يقول هي هذه الحالات المسيئة لسمعة العراق، والعراق بلدي وبلدك، وأي شيء مسيء إلى سمعة هذا البلد لازم إحنا ندق لرجل ونكون إلى سكينة خاصرة، وما نخلي شيء يسيء إلى سمعة هذا البلد اللي هو بلاد الحضارات، اللي عمره آلاف السنين، اللي علم العالم القراءة والكتابة. بس مو يجيني فنجان ويقول كان اكو مطار بالناصرية سومري للمركبات الفضائية، هاي تخلي الناس تضحك علينا. محمد من أمريكا حياك الله. السلام عليكم أستاذ أسد، أحييك وحيي قناة الرافدين البطلة. عزيزي هم دول جاي يحكمون البلد، هم عتاقي قسما بالله عتاقي، دول مو ما سلطة. هذا أبو علي جاي يحكي، هذا جاي من عندهم من ديونه، هذا مستفاد من الأحزاب، هذا مستفاد من الأحزاب، هذا تابع لإيران ليس للعراق، هو ياكل الخير العراق ويشع العراق. ما تشوف عينك المصغارين دول طالعين خريجين، أنت تقول والله كهرباء 24 ساعة، والله أفضل دولة بالعالم هي العراق. انتوا دمرتوا العراق، انتوا جيتوا من ايران، انتوا جماعه هادي العابري والخد علي، انتوا الورقه مالكم انتهت احترقت قسما بالله، راح يقتلكوا واحد واحد، راح شلون هذا قتلوه الساعدي ما ادري شو اسمه. اخ محمد، اخ محمد، لا اكو سؤال، اكو سؤال هسه اتوقع يعني راح يرد على كافه التساؤلات اللي عندك واللي عندي. انت موجود في امريكا حاليا صح؟ تفضل عمري. صحيح. أبو علي يقول العراق عايش بنعيم، ليش تركته وطلعت؟ والله من هم من العذاب اللي عذبونا به وقتلونا وهجرونا من وراء الحكومة القدرة الإيرانية، هجمونا أنا وقتلوا أخوي 30 طلقة براسي قسم بالله، ليس عمر يوم لا خسارة، لا حتى لم من الكائنات من المهدي مالكم، هذا يطلع لكم جيش المهدي، هذا الجيش الإرهابي، لا يصير عمر يوم لا خسارة قسم بالله والله العظيم، حتى الطفل لا قتله تابع لإيران، دولة لذيول الإيرانيين قسما بالله، والله العظيم صار أسد مثل ما دمرونا لا تدمرهم هم وعوالهم مثل أبو علي وغيرهم مثل أبو علي قسما بالله أنا عايتهم قربت. شكرا شكرا بالله. شكرا لك أخ محمد. نوري من النرويج حياك الله يا نوري. عليكم أستاذ أسد، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وياك دكتور نوري العراقي من النرويج. حياك الله دكتور. أنا من خلالك يعني حييت على هذا البرنامج اللي يفتح يعني الحرية للعراقي في الداخل والخارج أن يعبر عن رأيه. فضل إلك ساعة. وأنا هذا كلامي طالع من قلبي. نعم. كل واحد يسمعني عراقي شريف يحب هذا الوطن ينتبه على هاي الكلمات. نعم. إخواني العراقيين، إحنا ما وصلنا إلى هاي المرحلة من الذلة والهوان لولا أنه سلمنا وطننا لهاي العصابة المارقة. إخواني الأعزاء، وطننا في انهيار في كل مجالات الحياة، عالمنا ليس له احترام مع احترامي لي الله أكبر المكتوب عليه، المواطن العراقي ليس له قيمة، سيادة العراق ليست لها هيبة، اسم العراق ليس له وزن، يتحكم فينا أهل المشرق والمغرب من أمريكا وأوروبا وغيرها، لأن إحنا كشعب عراقي ما مطين قيمة لهذا الوطن وسلمناه بيد القتلة واللصوص مع كل الأسف. نعم. إخواني الأوطان ما تنبني بالشعارات، لا الشعارات الطائفية ولا الشعارات الدينية ولا الشعارات العرقية. نعم. كنا إخوان من الشمال للجنوب شعب واحد. أكيد. إذا البلد تمزق فمعناها الكل تدفع الثمن، وإحنا إلى وصلنا إلى مرحلة الشرذمة بعد الاجتياح الأمريكي وبعد حروب مستمرة على الوطن من الثمانينات ولحد الآن. إخواني الهدف الأمريكي الإيراني الإسرائيلي وكل أعداء العراق وربما دول عربية مجاورة إنه هو إخراج العراق من التأثير في الساحة العربية والدولية، وخرج وإحنا نسمع هذا الكلام إخواني من الناس العامية والناس المؤثرة. نعم. يقول لك خلي 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 عتما نارهم تأكل حطبهم، خلافنا والقتل الداخلي في البلاد والطائفية و تغول الميليشيات وتغول الحكومة وأجهزتها في قتل المواطن العراقي والتنكيل به وحرمانه من أبسط متطلبات العيش الكريم،
هذا شيء ما حد يهتم له ترى في دول الجوار. هذا احنا ندفع ثمنه من هاي الاجيال والاجيال القادمه. نعم. اخواني انتبهوا على وطنيتكم، ارجعوا لعراقيتكم. ترى لا يحبكم الايراني ولا يحبكم المجاور، ولا اريد اعدد اسماء عربيه، ربما هناك ناس كثير قلوبها معنا، ولكن هنالك كثير سيوفها علينا. يعني ما اعرف، يعني انتم ما تنتبهون انه هذا البلد لا صحه، لا تعليم، لا ثقافه، منغمس في الطائفيه، في التخلف، في الجهل. الفقراء والمساكين ياكلون من المزابل ما حد منتبه لهم، وانتم فرحانين؟ والله عندنا مطاعم بالمنصور، وعندنا مطاعم ما اعرف وين، وعندنا ما اعرف ايش، ونركب سيارات جديده. اخواني هاي تفاهات الامور، هاي تفاهات الامور، هذه ما يباوع عليها غير بس الانسان الوضيع في الثقافه، واللي ما عنده يعني مستوى على 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 عجله التاريخ وعلى عجله الاوطان. نعم. وين العراقي اللي كان يقرا الكتاب، وكان الشاعر، وكان الموسيقي، وكان الفنان، وكان القائد، وكان العسكري؟ وين جيشنا اللي ينضرب به الامثال؟ وين هيبتنا؟ وين حرمه بلادنا اللي ما حد كان يتعدى عليها؟ ايران واحنا محاصرين، ما تتجرأ تدز جندي عبر الحدود. نعم. او جاسوس يشيل له غرام غرامين من من المخدرات. الان اطنان دا تعبر لكم، شبابنا انتهت. نعم. مستقبلنا مظلم انا ولاجيالنا. احييك دكتور على هذه الكلمه. تروحون تدعون فريق عراقي يريد ثقافه، يريد ناس تحكي بالوطنيه، ما تحكي لي بشيء طائفه او كذا او كذا. شكرا دكتور على هذه الرساله، واحييك واعتذر منك لضيق الوقت، واتمنى ان تكون متواجد معنا كضيف دائم في برنامج صوتكم للاستفاده من خبراتكم كونكم في مجال التعليم ايضا. شكرا جزيلا لك دكتور. نروح هسه الى احد المواطنين من محافظه القادسيه يوثق لنا، ابو علاوي ركز لي بهاي، يوثق لنا تهالك الجسور والمجسر اللي يستخدموه المواطنين لحد الان بقضاء عفك، واللي تتنقل الناس من فوقه، واكد انه الاهمال الحكومي والفساد ادوا الى تردي الخدمات بمحافظه القادسيه اللي وصفها هي بالمنكوبه. تعالوا نشوف. الديوانيه المنكوبه قيد الاستخدام في قضاء عفك المنكوبه اليوم 12/2/2024، ولحد الان يستخدم هذا الجسر المرقع في قضاء عفك المنكوبه التي حكمها المسؤولين خلال اكثر من 20 سنه. الجسر المرقع اللي دمر الوادي اذى السيارات، الجسر المرقع. كم عدد هذه الرقعات في هذا الجسر؟ الجسر المرقع قيد الاستعمال والاستخدام في سنة 2024. الديوانية المنكوبة، الديوانية المدمرة، الديوانية المنهوبة. ما نسكت عن الديوانية المظلومة. خلي يسمع كل مسؤول، وخلي يسمع المحافظ الجديد. الديوانية مدمرة، عفك مدمرة، مهمولة خلال 20 سنة. ما قدموا لها شيء مسؤولينها. جسر مرقع بسنة 2024، جسر منهار، جسر تعبان، جسر المستشفى، محافظة الديوانية، قضاء عفك. ومن نحكي يزعلون، ميزانية إعادة إعمار الجسر المعلق في بغداد اللي في زمن كان العراق ممنوع يستورد به أي شيء، وما حد يعرف لحد الآن العراق شلون جاب الأسلاك المتينة للاستفادة منها بالجسر، قد ربع ميزانية أي جسر، أو جسر المشاة اللي بالقريعات اللي ذاك اليوم افتتحه وسواه جسر الأمة، ما أدري سمى، ما وصلت ميزانيته. أحد المواطنين أيضا من القادسية ينتقد أداء المسؤولين بقضاء عفك على مدار 20 سنة، يقول 20 سنة كل شيء ما قدموا، 20 سنة عجزوا عن توفير شبكة صرف صحي للقضاء، ويصرفون مياه صرف الصحي ويضخوها وين؟ بنهر قضاء عفك. تعالوا نسمع. شط قضاء عفك مجارها شوفوا قدامكم، الذب الشط مشروع حلو ما بي شيء وجمالية للمدينة، بس هاي المجاري اللي خلوها، ماكو مجاري بقضاء عفك. 20 سنة المسؤولين قضاء عفك، 20 سنة، أكثر من 20 سنة ما سووا مشروع مجاري، كل شو ما سووا، كل شو ما قدموا مشروع مجاري، أبسط شو ما سووا، وهاي الذب الشط هاي سنة 2024 مشروع مجاري ماكو بقضاء عفك، شو وقت تنفذ ما نعرف. 20 سنة شو كنتوا تسوون؟ هاي المشروع قدامكم، هاي المجاري، شوف هالمنظر مال المدينة. شوف اخوان هاي المجاري اللي ذب الشاط
قضاء عفك محافظة الديوانية. هاي سنة 2024. هذا بوري ثاني وذاك بوري ثالث، وشوف التشويه للمشروع الجديد. هاي المجاري شلون شوهت المشروع الجديد مال تبطين شط قضاء عفك بسبب عدم وجود مشروع مجاري لحد الان، وبعد هواي مجاري هناك بذيك المنطقه الذب بشط قضاء عفك. نطالب بتنفيذ مشروع المجاري باسرع وقت. والمفروض بكل منطقة أكو محطة تتبع إلى دائرة المجاري بالمدينة. هاي المحطة المجاري تطلع تتصرف من كافة منازل هاي المنطقة، وكانت أكو واحدة بصف بيتنا بالعظمية تتصرف من كل منازل المنطقة إلى هاي المحطة، تتكرر تتعالج. أكو بعض المواد اللي ترفع من أدها بعض الأشياء أو الميكروبات وغيرها وغيرها، والأشياء الثقيلة تنشام أدها تنضاف لها بعض المواد، وراها يتصرف المي مالتها بالنهر مرت اللخ بطريقة ما يلوث النهر. هاي دا أحكي الدول المتطورة في كل بلدان العالم، في كل بلدان العالم إلا عندنا. مثل ما هي كما أنزلت المجاري تنزل بالأنهر، شو تسوي ميكروبات، شو تسوي تلوث، هاي بعدين يحيرون بها الناس. سيد معن الياسري، فعلا هاي كارثة يتحملها أمام الله كل المسؤولين عن القضاء والمحافظة وأين مشروع مجاري عفك. أبو مهند حشامي، ملتهين بالسرقات، شو وقت يلحقون يغيرون مسار المجاري؟ والشيخ هاني شعير الجليحاوي، كارثة هاي مع الأسف، وين دور البلدية؟ وباقر الغرابي، نائم المسؤول أكو واحد شافه طلع يتفقد المدينة. وأيضا كانت هاي تعليقات الناس على قضية الخدمات المنتهية. تفاعلوا مدونين على منصات التواصل الاجتماعي وعلى منصة إكس على وسم شمال غزة يجوع بظل التحذيرات من تصاعد المجاعة بمحافظة شمال غزة، ورا نفاد كميات الطحين والأرز والطعام والغذاء ونفاد الحبوب وأعلاف الحيوانات اللي كان يأكلوها الناس شمال غزة. أكد المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة أن المناطق الشمالية للقطاع تحتاج بشكل فوري وعاجل لإدخال 1000 شاحنة يوميا حتى تتعافى من المجاعة وآثارها، وتمنع دبابات جيش الاحتلال الصهيوني المتمركزة قرب وادي غزة وصول أي مساعدات غذائية وطبية لشمال القطاع. بهالسياق برنامج الغذاء العالمي قال أنه سكان قطاع غزة يعيشون بكارثة إنسانية كبيرة بوسط جوع ومجاعة وانتشار أمراض. مدير برنامج الأغذية العالمي فلسطين قال وكشف أنه أكو إحصائيات أممية أجريت من ديسمبر كانون أول الماضي تشير إلى أنه 300 ألف شخص على الأقل بشمال قطاع غزة معرض للموت جوعا. وأضاف وأوضح أنه غزة تعيش عدة أزمات بمقدمتها عدم توفر الرعاية الصحية والجوع. وكان البرنامج الغذاء العالمي ذكر الشهر الماضي أنه كميات قليلة جدا من المساعدات الغذائية تجاوزت جنوب قطاع غزة إلى شماله من بداية الحرب، وأكدوا أنه خطر تشكل جيوب مجاعة بمناطق بالقطاع بعد قائم إلى حد هاي اللحظة، ولهالسبب الناس تفاعلت على هذا الوسم. أدهم أبو سلمية يقول رفض الاحتلال دخول 56% من المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة و25% من الشحنات المخصصة للمنطقة الوسطى في القطاع. والأستاذ سالم السلالي يقول متى ستتحرك الضمائر الحية في هذا العالم؟ شمال غزة يموت أشقاؤنا وأهالينا وأطفالهم من شدة الجوع. وعماد الزقوت يقول المجاعة تقتل الناس في غزة وشمالها، هذه حقيقة مش مبالغة، والقادم أسوأ. كبار السن وبعض الأطفال فقدوا حياتهم بسبب الجوع وأعراضه، والأيام المقبلة سنفقد الشبان والنساء، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وأدهم الشرقاوي يقول مشكلة شمال غزة باختصار، الاحتلال يمنع دخول أي شاحنة تحمل طعام إلى شمال غزة من خلال المعابر التي يسيطر عليها، وما نقوم بإرساله نحن من الجنوب إلى الشمال يتم قصفه قبل أن يصل، محاولة تجويع وقتل بطيء لعشرات الآلاف من السكان، وهذه هي النتيجة. هاشتاغ شمال غزة يجوع. فكان هذا الوسم اللي تصدر منصة إكس لهذا اليوم. مشاهدينا الكرام، هذا كل ما موجود ببرنامج صوتكم، انتظرونا بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم بإذنه تعالى بنفس الموعد ومواضيع جديدة
باكر ان شاء الله. في امان الله.